ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جيمنج جديد، والفيديو هو النهارده برضه هلعب لعب ببجي وهتشوفوا ليه بيه، بس ايه بعد تطور شويه هتلاقوا في تطور. المره اللي فاتت ما كنتش عارف العب بسبب ان انا كنت مش عارف اقعد، دلوقتي قعدت قاعده عادي. هو التليفون اهو، ان شاء الله هحاول اقتل ثلاثه. يلا تابعوا معانا الفيديو، هننزل على السكول يا شباب. على السكول الشاشه دلوقتي هتطلع، نبدا ننزل. يلا بينا ننزل من الطياره. انا عايز انزل يا جدعان فوق السطح، بس من سطح تمام، هو السطح ده ان شاء الله اللي هنزل بحيث ان انا اقعد اخد اسلحه. لا 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 صح، مش تبع دي. ولا نزل معاه شكله النت عنده معلق، فدي حاجه حلوه طبعا ان انا اخد الاسلحه وما ياخدش حاجه. يعني حاجه حلوه عشان ما يقعدش ياخد الاسلحه دي. مشكله في بطء شويه في اللعبه، بطء بسيط كده. يعني انا على طاق في الزوم يا شباب، زي ما انتم شايفين انا على طاق في الزوم بالظبط. علينا، المهم النهارده عايز اقتل كتير، عايز بتاع. وفي واحد طالع يا شباب، في واحد طالع وانا مش معايا غير البندقية العيانة دي. الحمد لله يا شباب، بداية موته البندقية دي تعبانة جدا اصلا. يعني كويس الاسلحة اللي معاك كويسة، يعني حلو. حاول بقى عليك نفسي كده. لا هو السلاح ده افضل، يعني الفيكتور بياخد نفس الطلق، الفيكتور افضل من السلاح التاني، انا شايف كده. انا اخد بقى واحدة من الكبيرة وخلاص، هنعمل ايه؟ مش معانا حاجة تانية. كان في واحد بيضرب تاني يا جدعان، انا هحاول اجيبه ان شاء الله، مش عايز اسيب حد كده. ناخد بس المسكر، الواحد عايز يبدل البندقية اللي معاه دي دلوقتي. يعني ننزل نشوف كده، نخلي بالنا بس، نخلي بالنا دي اهم حاجة عشان ما يكونش في واحد. الشباب هنا دلوقتي طالع، ان شاء الله اجيبه زين. وكده بالتأكيد يا شباب هو الشخص ده تحت، او ممكن يكون مع الجنب هنا. طبعا يا شباب هو دلوقتي تحت وطالع لي، ممكن يكون في السطح. اتأكد برضه عشان انا مش عارف الكابتن بيعمل ايه، بس ما علينا. انا احاول اجيبه دلوقتي، بس مش كان انا عايز اثبت في مكان، عايز اثبت في مكان، فهمت؟ هو ده طلع على السلم، عمال يا جدعان كده، هو عمال يخش في الاوض اللي في البيت ويشوف الاسلحه، فانا مش عارف انا استناه ما يطلع على السلم. وبالتأكيد في الاتجاه، هو كده طالع، كده طالع. انا عايز اجيبه يا جدعان، اجيبه ازاي؟ اضرب طلقه مثلا ولا بلاش؟ بس اللي انا عايز ايه، هو اكيد هنا. اوه يا شباب اهو، يا حول عم بقى في الدماغ يا عم، نضرب اخيرا اخيرا. يا لهوي طلع البندق بسرعه. شوف يا جدعان هو كل ده كان هنا، اتخضيت انا جاي امشي لقيت واحد في وشي يا جدعان. عاش عاش، 2 كيل. انا قلت ان شاء الله لازم اموت 3 كيل عشان الجيم اللي فات كنت ضايع فيه. في واحد تاني يا شباب، اوعى يكون في 2 يا شباب، في 2. انا هضطر اطلع على السطح بسبب الاتنين، لان الاتنين دول ممكن يجيبوني لو انا تحت. بالتأكيد هما طالعين، بالتأكيد لأن هما بيسمعوا صوت الضرب في الفيديو. صاحبي معايا أكيد، لازم بقى يعمل حاجة، مش أنا لوحدي.
كنت عايز انزل احذف قنبله يا شباب، بس مش هينفع عشان ما تجيش فيا انا. هو طلع اهو، هو ده طبعا يا شباب. موت اقول اللي بعده. حذف القنبله يا شباب، حس الواد اللي تحت يخاف حتى لو ما جاتش فيه. كنت تكون ما جاتش فيه، ما جاتش فيه. ودلوقتي طالع يا شباب، طالع او تحت بيحاول يجيبني بس مش. اوه يا لهوي يا شباب، صاحبي ده في ايه ماله؟ بس ده انا عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ موت ثلاثة بس، موت ثلاثة، كنت هموت الرابع والله. موت ثلاثة بس، موت ثلاثة، كنت هموت الرابع والله. المشكلة اللي انا فضلت واقف كده وهو فشافني يعني، بس الحمد لله عرفت اموت ثلاثة في الجيم. بس كده ده جيم النهارده، ويا رب يكون عجبكم. وزي ما انا قلت لكم هموت ثلاثة، الحمد لله الحمد لله موت ثلاثة زي ما قلت لكم. بس كده متنساش تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو وشير. بس سلام.